السلام عليكم ورجعت معكم فيديو جديد. اليوم غادي نقدمو جبن الساندويتشات او شيدر تشيز ساندويش. بالنسبة للمقادير كنحتاجو نسترو الحليب، كاس عامر ديال النشا، 3 المعالق كبار ديال الزبدة، كنحتاجو 150 غرام ديال الموتزاريلا او اي جبن، كذلك كنحتاجو تقريبا 1/4 ديال الفرماجات، ملون اصطناعي وشوية ديال الملح. هنا كناخدو الحليب كنضيفو عليه النشا كنضربوه مزيان، كذلك كنضيفو عليه معلقة ديال الزبدة وكنضيفو عليه الفرماج البيض، ومنين غيدفى شوية غادي نزيد جبن الموتزاريلا. ممكن تستعملوا اي جبن عندكم، ممكن تستعملوا الجبن الاحمر غيكون نتيجة احسن في المذاق بالنسبة للناس اللي بغاو يديروه في بيتزا. انا هنايا غادي نديرو غير في الساندويتشات، داكشي علاش درت غير جبن الموتزاريلا. ممكن تسائلوا علاش كنضيفو الجبن باش كيعطينا داك المذاق، وكذلك كيقاد لنا حتى القوام ديالو. كذلك هنايا ضفت ملون اصطناعي باش يعطيني نفس اللون، درتو في البرتقالي. صافي كنبقى كنحرك. كي كتشوفوا اللون كيجي تقريبا نفس اللون ديال التشيدر او الجبن الامريكي. حاولوا هنا درجة الحرارة تكون متوسطة، ما تكونش مجهدة باش يعني ياخد الوقت ديالو. انا ما بغيتش نسرع الفيديو، بغيت تشوفوا معايا المراحل بشوية بشوية. صافي هنايا كنبقى كنحرك بالمعلقة ديال العود وانا كنضغط على دوك الحبيبات. ضروري تخلصوا من داك الحبيبات باش تجي النتيجة مرضية 100%. هاد الجبن انا كنستعملو في السندويتشات، كنستعملو في البريوات، فقلت علاش لا نشاركو معاكم. كي كنعرفو ان رمضان ان شاء الله على الابواب وكنبغيو نستعملو الجبن بكثره في الشهيوات المغربيه، فهذه طريقه كتعطيكم كميه وفيره وفي نفس الوقت اقتصاديه ونتيجه ناجحه 100%، غير بالنسبه للناس اللي بغاو يديروه في بيتزا من الاحسن يخليوه في الفريكو، يعني يشد راسو مزيان عاد يديروه في الحكاكه ديال الفرماج، لان هذا الجبن الامريكي كيجي شويه رطب. صافي هنايا من داك كيشد راسو او كيعقد غادي نقلب للخلاط اليدوي وغنبقى كنحرك بسرعه. بهذه الطريقه غنكون كنتخلص من الحبيبات وفي نفس الوقت غنحصل على خليط كريمي. كتشوفوا معايا هنايا راه داك الحبيبات ما بقاوش كيبانوا بزاف، بحدكم نتوما كتحركوا وهما كيتختفوا يعني بسرعه دوك الحبيبات ديال الفرماج البيض. صافي كنبقى كنحرك هكا حتى يبدا يبان لكم راه ما بقاش كيلصق في الطفال، عاد غنعرفوه انه واجد. كيف غتشوفوا معايا صدقوني ما غاديش تندموا على هذه الوصفه. ممكن تستعملوه في السندويتشات الباردة بحال تركي او لبيبي المدخن مع الفرماج والخس والبصلة، كيجي زوين. ان شاء الله نشارك معكم بعض الوصفات. صافي هنايا كي كتشوفوا الكريمة بدات كتبان بحال الكريمة.
كتشوفوا معايا ها هو القوام ديالو كيجي على هذا الشكل صافي. كنظن انه واجد. دابا غادي نوريكم واحد الطريقه باش تعرفوه. غادي تاخذوا الخلاط وغادي تجروا لواحد الجانب، الا بان لكم الطفال خاويه على هذا الشكل صافي راه دابا واجد 100%. انا غادي نطفي عليه. كي كتشوفوا معايا انا خديت واحد المول غادي نحط فيه الخليط اللي درت، غلفته بالبابيي سولفيريزي، غادي نحط فيه الفرماج ديالي وغادي نبدا كنضغط عليه حتى يحيد منه الهواء. عاد غادي نجنبو شويه كي غتشوفوا معايا في الفيديو، لان عندي المول كبير وانا درت في كميه صغيره. هاد الفرماج تقريبا كيعطيكم كيلو الا ربع ديال الوزن. صافي هنايا كنخليه بحال هكا وكنغطيه، كنبقى كنضغط عليه. عاد غنجنبو النصف ديال المول كيف غتلاحظوا معايا في الفيديو. كي كتشوفوا معايا هنايا انا جمعته شويه لهاد الميله باش يجي شويه عالي في التقطاع. انا كنخدم به سندويتشات. صافي هنايا درت واحد الكارتونه صغيره باش نخليه يعني ما يتحركش. صافي كنبقى كنضغط عليه وغنخليه تقريبا 24 ساعه في الثلاجه عاد غنستعمله. هنايا بعد ما داز 24 ساعه جبت الفرماج من الثلاجه صافي. هنايا غادي نقطع معاكم واحد الطريف مكرهتش كاملين ذوقو، كيجي رائع وكيجي على هذا الشكل كي كتشوفوا معايا. كان هذا هو الشكل ديال الجبن الاحمر او شيدر تشيز اللي شاركت معاكم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تخليوا لي اشتراك وتعليق ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.